بمناسبة عيد الاستقلال والشباب تنظم ولاية أدرار تحت إشراف السيد والي ولاية أدرار قطاع الشباب والرياضة بمعية القطاعات المختلفة. ينظم استعراض كبير يشارك فيه نحو 2000 شاب وشابة في مختلف النشاطات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عرض مختلف القطاعات. نشاركوا معكم إن شاء الله في هذا الحفل الكريم، حفل 5 جويلية، استقلال عيد الاستقلال 5 جويلية، ورانا فرحانين بهذا النهار وفرحانين بالمشاركة تاعنا إن شاء الله، وربي يوفق إن شاء الله الفرقة هذه. نبرزوا أنه بفضل تضحية شهداء وبفضل تضحية رجال هذا البلد، اليوم احنا رانا عايشين في حرية ورانا نمارسوا في هواياتنا وفي رياضتنا المفضلة. نشكر المجلس الشعبي البلدي وولاية أدرار على تنظيم هذه الاحتفالات. هذه جمعية خيال القول للأصالة والتراث الشعبي الثقافية، شاركت في هذه التظاهرة التي تقام في مناسبة 5 جويلية، وشاركنا بفولكلور برزانة.